الدرون المغربية تسجل أهداف جديدة في قلب الصحراء المغربية وبشكل خطير هذه المرة. كشفت مواقع موالية لجبهة البوليساريو أن الدرون المغربية قامت بطلعات جديدة وقصفت أهدافا داخل الصحراء المغربية، عبارة عن سيارات رباعية الدفع تابعة لجبهة الإنفصالية على مقربة من الحدود الموريتانية الشمالية. وأضافت المصادر ذاتها أن الدرون المغربية استهدفت أمس السبت عناصر تابعة للبوليساريو، ما أسفر عن مصرع شخصين، معتبرة أن هذا القصف هو الرابع من نوعه خلال أسبوع دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وبالرغم من الاحتياطات التي يقوم بها عناصر البوليساريو خلال انتقالهم في المنطقة العازلة من أجل اقتراب من الجدار الأمني المغربي للقيام بعملية القصف تجاه القوات المغربية، إلى أن ذلك لا يوقف ترقبهم الدائمة ومراقبتهم المستمرة للسماء خشية قدوم الدرون المغربية لقصفهم. وتتضطر القوات المسلحة الملكية المغربية في مناسبات عدة للرد بشكل حازم على مجموعة مسلحة تابعة لجبهة البوليساريو أثناء محاولتها القيام بأعمال عدائية في نفوذ مناطق العازلة على الحدود الجدار الرملية. نشكركم على حسن المتابعة.